بنرجع لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بنرجع مع شبابنا شباب مصر، وأيضا كمان بنرجع لمتابعة أصداء هذا المؤتمر جوه مصر وخارج مصر. اسمحوا لي أرحب بمجموعة من الشابات فتيات ولكنهم على قدر عالي جدا من الثقافة وأيضا كمان من الإبحار في العلم. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الدكتورة شيماء نبع من شباب الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية. أهلا بك، أهلا وسهلا. من نفس المعهد برضو، معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، برحب بالدكتورة سهى إبراهيم عوض. أهلا وسهلا بيك، منورنا جدا. نورك. الحقيقة بدأنا نستشعر أن عندنا شباب حقيقي، عندنا شباب واعي جدا، وشفنا كده من خلال طبعا متابعتنا لحفل الختام التكريمات اللي احنا شفناها. سيادة الرئيس كرم شباب من مصر ومن خارج مصر. انتوا شفتوا الموضوع ازاي؟ دكتورة شيماء اتفضلي. طبعا انا في البدايه كان احنا تابعنا كلنا منتدى شباب العالم، كانت الفكره في البدايه بالنسبه لنا احنا انبهرنا بالفكره لان هي ما حصلتش قبل كده، فكلنا كنا مترقبين ايه اللي هيحصل في منتدى شباب العالم. فتابعنا الافتتاحيه وعلى مدار الايام المنتدى، فكان المنتدى طبعا اكثر من رائع، وخصوصا ان كان في محاولات قبل كده بيتكلموا عن تمكين الشباب، وان في يعني ان هم يتولوا مناصب معينه او ان هم يتولوا الشباب او ان هم يعني يحتوي الشباب في الابتكار وغيره وغيره. لكن اللي فعلا اول شخص ان هو بدا ان هو ينفذ الفكره فعلا كان الرئيس السيسي، فدي كانت فكره رائعه يعني. فبس المنتدى نفسه بقى كمنتدى شباب العالم احنا كلنا انبهرنا بالفكره، وبنتمنى فعلا ان احنا نشارك في منتدى الشباب في نوفمبر باذن الله 2018 باذن الله. بنتمنى ان احنا نشارك باي حاجه ان شاء الله يعني. ان شاء الله تشوفونا هناك السنه الجايه باذن الله. يا رب. احنا ضمننا كمان اهو حد هيبعت لنا تقارير وافيه يا رب من يعني لا باذن الله تكون فعلا لا باذن الله دي تكون دكتورة سهى. بداية كويسة يعني. دكتورة سهى، أنا طبعا شايفة يمكن إحنا في اللقاء اللي قبليكوا على طول كنا برضو مع مجموعة شباب وقالوا إن في محك مهم جدا، هو إن أنا لما ألاقي مجموعة شباب متضايق إنه ما شاركش في هذا المنتدى يبقى ده مؤشر نجاح. رأيك؟ والله بصي حضرتك، طالما انا متضايق ان انا ما شاركتش، يعني هو شايف ده من منظور ان دي حاجه ناجحه جدا جدا، ويا ريتني اكون انا هناك. كوني اني انا عايز ابقى هناك يعني انا عايز اطور من نفسي وعايز انجح وعايز ابقى وعايز اوصل لنقطه نجاح هي اللي عايزه اوصل لها من سنين. فما صدقنا طبعا ان سياده الرئيس لبى طلب زي ده لينا كلنا، حتى لو احنا ما حضرناش ده يعتبر لينا كلنا، ده انفتاح لينا كلنا ان احنا نقدر السنه الجايه نعمل ده. وكمان بيقولوا يعني ان في كل الثقافات موجوده من كل البلاد، تبادل الثقافات ده شيء بينمي الوعي جدا جدا يعني، فدي حاجه كويسه اني انا ابقى غيره اني ما رحتش وعايزه اروح، دي حاجه ناجحه جدا يعني. دكتوره شيماء، انت شاركتي في اعمال كنت يعني شيء زي مبتعثه او مكلفه من جهه العمل بتاعتك مع دول مختلفه مش كده؟ او في برامج مختلفه، برامج عمل من خلال يعني منظمات دوليه جهات مختلفه. بالفعل انا احنا عندنا في معهد بحوث الارشاد او كمركز بحثي مركز البحوث الزراعيه بيجي لنا دورات وبعثات كتير جدا لدول مختلفه. انا فعلا جالي دورات تدريبيه حضرتها في كوريا الجنوبيه وسافرت الهند وسافرت لبنان، وعندنا فعلا دورات تدريبيه كتير في دول مختلفه فعلا احنا بنحضرها. ومش وعلى فكره هي متاحه لجميع افراد الباحثين في المعهد او في المركز البحوث بصفه عامه، فاحنا التدريب او بناء قدراتنا مش بيكون على مستوى محلي او على مستوى دورات تدريبيه بتتم في المعهد عندنا او في مؤسسات محليه هنا فقط، لا احنا بنسافر بره عشان فعلا ان احنا ننمي من قدراتنا ومهاراتنا المختلفه يعني. نعم. انا قصدي بقى من الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي هو ان مش كل يعني دكتوره سهى مش كل الناس بتتاح لهم او اماكن عملهم بيديهم الفرصه دي. فكون ان من توصيات هذا المؤتمر واللي اعلنها الرئيس بان يكون اهو بصي يعني انا كمان كتبت اهو ان يكون هذا تكليف لمجلس أمناء أكاديمية الشباب لتخصيص عدد من الأماكن للمنح الدراسية للشباب بالدول العربية وأيضا الإفريقية، وبعد كده هيبقى إن شاء الله
دول أوروبية، شايفة يعني قرار زي ده يبقى يعمل ده هيبقى قرار ناجح جدا جدا. أولا طبعا زي ما سيادة الرئيس قال دي نشر سلام، في أفكار كتير متاخدة عننا بره دي هتتلغي تماما. الخطوة دي هتبقى كويسة جدا ان حد يجي عندنا يبقى بياخد نوع من التعليم عندنا، سواء للدول الأفريقية سواء للدول الأوروبية، بتبقى نشر ثقافات مختلفة، إتاحة فرص تعليمية بطرق مختلفة. دي هتبقى خطوة قوية جدا جدا، وهتبقى تدي دعم جامد للشباب ان هم يقدروا يبقوا في مرحلة احسن ويطوروا روحهم، بحيث ممكن يقدروا يكملوا في الأكاديمية حاجة زي كده. دي هتبقى خطوة ممتازة يعني، ممتازة جدا يعني. تمام تمام. طيب دكتورة شيماء، لو جينا اتكلمنا في المحاور اللي عرضها زيارة الرئيس، اتكلم عن الإرهاب، اتكلم عن تمكين الشباب، اتكلم عن المرأة، اتكلم عن الفكر، تبديل الفكر او ضبط يعني الفكر في عقول الشباب او في العقول الثقافيه عموما. ايه اكتر حاجه انت توقفتي عندها وقلتي يا انا كان نفسي بدي والله، او اكتر حاجه عجبتك يعني؟ هو طبعا معظم محاور المنتدى يعتبر من صميم شغلنا، وليكن التنميه المستدامه طبعا. فالمحاور كلها انا استوقفت عندها لان هي كلها في صميم شغلي وتهمني كبحث علمي. التنميه المستدامه احنا كلنا بنسعى طبعا ان احنا نحقق دلوقتي حاليا اهداف التنميه المستدامه، وخصوصا بعد استراتيجيه 2030، فكلنا بنسعى نحو تحقيق اهداف التنميه المستدامه وخصوصا في مجال عملي مثلا. فده انا استوقفت عندها. الهويه الثقافيه، وخصوصا ان انا سافرت بره وان انا لاحظت ان الهويه الثقافيه طبعا احنا كلنا عارفين ان هي هويتي لاي مجتمع انا بعيش فيه او لشخص معين بتاثر بيه. فطبعا دلوقتي حاليا بلاد الغرب بتحاول ان هي في ظل العولمه والانفتاح على العالم الخارجي بتحاول ان هي تاثر على شبابنا وعلى شباب الامم العربيه او على شباب الامم والشعوب عامه، بحيث ان هم يوحدوا الهويه الثقافيه. لا، احنا عايزين ان يكون في هويه ثقافيه لكل مجتمع. انا كمجتمع شرقي او كمجتمع مصري، انا لما سافرت كوريا دلوقتي وكنت بنقل ثقافه، انا حصل هناك تبادل ثقافات. انا كنت في كوريا دايما بيحصل حوار ومناقشه ما بيني وما بين الشباب اللي هناك عن ثقافتي، انا بتكلم عن ثقافتي، عن ديني، عن بلدي، عن اطار عملي بنشتغل مثلا ازاي، فهم نفسهم نفس الموضوع. فانا عايزه انقل ان انا انمي من هويتي الثقافيه، وانا احاول اخلي بره هم اللي يتاثروا بيها، مش انا اللي اتاثر بثقافه الغرب. اخد الايجابيات، اخد الايجابيات لكن ما اخدش منهم السلبيات. احاول دايما ان انا اطور من نفسي عشان اقدر ان انا يعني امثل ثقافتي بصوره كويسه. فالهويه الثقافيه استوقفتني جدا. الحوار ما بين الشباب، شباب العالم والدول المختلفه برضو، دي اهم نقطه استوقفتني، لان الشباب احنا كلنا عارفين ان هي الفئه اللي بيقوم عليها بناء او تنميه اي مجتمع، وهي العمود الفقري لاي دوله. والشباب بالذات هي الفئه العمريه دي، هي دي الفئه اللي قابله ان انا اعدل فيها، هي اللي عندها الحماس، هي فعلا اللي لو انا استثمرتها فعلا هتنمي المجتمع، فعلا هوصل في النهايه لمجتمع قوي. فلما انا اعمل حوار ما بين شباب بلدي وما بين دول مختلفه في مجال معين، انا كده هنمي من مهارات الشباب اللي عندي انا. وفي ثقافات مختلفه وفي مجالات مختلفه. انا هاخد بقى من كلام دكتوره شيماء واتنقل ليكي بقى دكتوره سهى. هل الشباب قبل ما يبقى في هذا الاتجاه او الالتفات ليهم، هل كان في حوار داخلي ما بين الشباب ذات نفسهم؟ يعني الحوار الشبابي قبل الالتفات او ان احنا نضع في اجندتنا ان احنا نلتفت للشباب، نحاول ان احنا نديهم شويه معطيات كده عشان نجذبهم في التعامل المجتمع. اولا الحوار ما بين الشباب المصري، دي جزئيه. الجزئيه الاخرى، الشباب المصري هل هو كان متفاعل مع شباب من ثقافات مختلفه، من قطاعات وجهات مختلفه؟ احنا عندنا مثلا بنتميز بحاجه وهم بيتميزوا بعكسها، هل كان عندنا ده ولا ده دلوقتي بدا يتولد؟ انا عايزه يعني جزئيه الحوار نفسها، التفاعل. هو حضرتك التفاعل موجود، بس هو مين بيدعم التفاعل؟ مين بيبص له؟ انا بيني مثلا وبين شيماء وبين حد تاني من زمان، احنا في بينا تفاعل وعايزين نعمل كذا وعايزين نوصل لنقطه علميه في الحاجه الفلانيه بطريقه ما، بس محتاجين دعم.
محتاجين مثلا حد يدينا دعم في النقطة المادية، محتاجين حد يدينا دعم من الناحية العلمية، حاجة ناقصانا مش عارفين نعملها، مين بيدي ده؟ مين بيبص بقى للناحية دي؟ لكن هو التفاعل موجود بيننا وبين بعضنا كشباب مصري، موجود، بس احنا كان ناقصنا النظرة، الدعم، الثقة، ان حد يسمعنا ويقدر ينفذ لنا حاجة من الحاجات دي. بالتالي طبعا احنا لما نوصل لحاجة زي دي مع بعضينا هنقدر من خلال التواصل ده نقدر نبقى فيه تفاعل اكبر في دايرة توسع بيننا وبين الشباب اللي في الخارج مع الدول التانية والثقافات التانية. ده شيء كويس جدا يعني، وممكن كمان يبقى فيه تبادل طلابي، تبادل باحثين في فترات معينة من السنة، مثلا خلال مثلا بلاش نبعد مثلا عن الفترات التعليم، خلال مثلا شهر 7 و8 الطلاب الباحثين ممكن تبادل بين جامعة القاهرة وجامعة مثلا روسيا، أي جامعة تانية في أي دولة تانية، يبقى في تبادل علمي وبحثي. دي هتبقى ممتازة. كل ده دكتورة سهى، كل ده احنا بنتكلم في إطار مجتمعي، ما دخلناش لسه في صلب ممكن تخصصكم، او ما دخلناش في العمل التنموي، ما دخلناش لسه في التكنولوجيا. واعتقد ان انتوا بتشتكوا، يعني انتوا لديكم عندكم شويه اخفاقات في بعض المجالات. تمام. مش عندكم في الجهه بتاعتكم، لا. ايوه انا بتكلم عن مصر عامه. سياده الرئيس في محفل دولي قال احنا ما عندناش وما عندناش وما عندناش، وناس كتير قوي اتكلمت وقالت ان كانش ينبغي قال كده، لكن هو حوار صادق طبعا، هو مواجهة المشكلة بان انا كشفها، تغطية ومواربة المشاكل، او ان انا اغض عنها الطرف، هي دي المشكلة في حد ذاتها. صح. فانا هتكلم على مشاكلكم، انتوا مشاكلكم في عملكم، عايزة اسمع منكم طبعا ما هو متعلق بالتكنولوجيا، نقل الخبرات في المعلومة، البحث العلمي، كل الحاجات دي كلها. طبعا هسمع منكم انتوا الاثنين، كل واحد ورؤيته. دكتوره شيماء اتفضلي. تمام. احنا من اهم مشاكل البحث العلمي احنا كمركز بحثي، اول حاجه طبعا بعيدا عن نقص الامكانيات الماديه، دي مش النقطه، مش هنتكلم فيها لان مصر كلها بتعاني منها. تمام. فدي احنا مش هنتكلم فيها. بس النقطه الثانيه اللي انا هتكلم فيها ضعف العلاقه او الروابط اللي بتربطنا، اللي بتربط يعني اطراف البحث العلمي مثلا وليكن مع الجامعات. احنا دلوقتي انا اوكي الصفه يعني احنا عايزين روابط رسميه تربطنا، ان زي ما الدكتوره سهى قالت ان احنا يبقى في تبادل ما بيننا وما بين الخبرات. انا مثلا وليكن انا خريجه جامعه المنصوره، ماجستير ودكتوره جامعه المنصوره، بس ما فيش روابط، انا روابط اللي بتربطني بجامعه المنصوره فقط، انا جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه اسكندريه وغيره وغيره وغيره. فاحنا كباحثين لازم يكون في علاقات وروابط بتربطنا رسميه، ان مثلا يحصل زي تبادل ما بين باحثين وما بين بعض، بحيث ان احنا حتى ممكن نعمل بحوث مشتركه مع بعض، فده هيبقى يعني بشكل كويس جدا. اللي هو التفاعل بين الجامعات المحليه نفسها قبل الخارجيه. يعني عايزه تقولي ايه يا دكتوره؟ اتفضلي. يعني يبقى في تفاعل بين الجامعات. أيوة ده اللي أنا قلت، الداخليه والجامعات والمراكز ده هيبقى كويس جدا قبل حتى ما يبقى خارج، ده هيبقى كويس جدا. طب ايه اللي ممكن يضمن حدوث ده ما بين الجامعات المصريه قبل ما ننطلق؟ يعني لان هناك توصيه حقيقيه. تمام. بان يبقى في المنح والدراسه، يعني انا بدمج شباب مصر، شباب عالم، تنظيم مؤسسه، ده عايز دعم وتنظيم، يبقى في مؤتمر او ندوه بتربطنا كلنا، بتجمع جميع شباب الباحثين اللي موجودين على مستوى مصر كلها، يبقى في ملتقى لشباب الباحثين في تخصص معين. ممكن في طبعا في على مواقع التواصل الاجتماعي في يعني تواصل بينك وبين اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر، مؤسسه الرئاسه. طب ما نقول ان دي اول يعني زي ما تقول كده تناطح فكري ما بين مجموعه من الشباب، قالوا طب الفكره دي طب ما تتبنوها وتبعتوها باسمكم لمؤسسه الرئاسه، وليكن هذا مشروع ان شاء الله مشروع علمي دارج في التنفيذ من هنا من دلوقتي، مش في تخصصنا بس، في تخصصات مختلفه، يبقى منتدى بيجمع شباب الباحثين في تخصص كل الابحاث، كل بالظبط رسائل الماجستير، الحاجات دي كلها الدكتوراه، ان كلكم تطلعوا عليها. العلم متاح يا جماعه، مش شرط ان حضرتك متخصصه في كذا، لا لا. ما تبصيش على بحث علمي في كذا، حتى وان كان توصياته النهائيه اعرف انا شباب بلدي وصلوا لحد فين. صح. في اي مجال. لا بس هو حاليا في اتحاد الجامعات المصريه، اتعمل دلوقتي في ويب سايت باتحاد الجامعات المصريه متاح
بيطبعها عليه جميع البحوث وجميع رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر كلها. فهو احنا مش عايزين لو على بحوث او اطلاع فانا اقدر اطلع واعرف الرساله دي موجوده فين واروح اطلع عليها او البحث العلمي. فهو لا احنا عايزين نلتقي بالباحث. ايوه كشخص انتوا مش هتطلعي اجتماعي نفسه مش كده دكتوره سهى؟ يعني انت من نفسك كده هتطلعي مثلا على ماجستير حد مثلا في زراعه قلب مثلا؟ مش هيحصل. لا. لكن امتى يحصل ده؟ لما يبقى في حاجه دوريه كل توقيتات معينه بيتم دعوتكم وتتقابلوا وتقولوا والله احنا عندنا جديد في كذا، وهو يقول لك والله احنا عندنا والله انا عندي فكره جديده في كذا، طب اوكي نبدا نشتغل بحث علمي مع بعض. طب هتكتبوها؟ ممكن ده وعد؟ وعد. طيب هنتكلم بقى فيما هو متعلق بالتكنولوجيا. يعني قلتي مش عايزين نتطرق للامور الماديه. طبعا. قلتي ان لدينا احنا كلنا تقريبا في قارات منفصله. تخصصات يعني في قارات منفصله. دكتوره سهى، التكنولوجيا بقى يا فندم، وخصوصا ان عندنا كمان ايضا كمان من ضمن ما خرج به هذا المؤتمر ان في توصيه متعلقه بالتكنولوجيا. هي التكنولوجيا طبعا مهمه جدا دلوقتي، وهي الاساس في كل شيء يعتبر. ما فيش حد دلوقتي ما بيستخدمش اي حاجه من التكنولوجيا، بس انا بستخدمها امتى وفين وازاي، واقدر انفذ بيها ايه، واقدر اطور بيها ايه. لو انا هتطرق مثلا لحوار التكنولوجيا في التنميه، لا بقدر استخدمها مثلا في الزراعه، بقدر استخدمها في التفاعل بين الافراد بعضهم وبعض، لو الخارج والداخل. هي بتقف بس عند نقطه هستخدمها امتى وازاي، هي دي اللي هتفرق جدا معايا. لكن ان ادمج طبعا التكنولوجيا في التنميه، ده هو ده اساس يعني برضو حاجات كتير في التنميه بين الافراد وبين بعض. يعني هتبقى حاجه برضو كويسه. والتوصيه طبعا اللي خرج بيها سياده الرئيس من المؤتمر، طبعا دي توصيه يعني لو اخذ بيها هتبقى برضو نقطه كويسه جدا جدا. وشباب كتير عندنا بيعرف يستخدم التكنولوجيا ازاي، بس برضو ناقصه حته الدعم برضو. طبعا بينقصنا التكنولوجيا جدا جدا شيء. يعني جديد التكنولوجيا. لكن احنا لدينا طبعا قاعده. لا عندنا طبعا احنا عندنا وكل حاجه، وشباب كتير بتعرف تستخدم، بس نقطه الدعم، نقطه الرفض. ايه احنا كان عندنا حصل فجوه ما بين ان كان احنا مثلا تقليديين شويه، حتى مثلا وليكن هجيبها من الناحيه الاداريه شويه. وليكن اي موظف عادي كان متعود ان هو يشتغل بالورقه والقلم. حاليا بدا ان لا اذ فجاه هيشتغل عن طريق الكمبيوتر. طب هو ما بيعرفش يشتغل. طب هو ما بيعرفش يشتغل على الكمبيوتر. شايله ورق بالظبط. طب هو ما اتعلمش وما نمتش مهاراته ولا قدراته عشان هو يستخدم الكمبيوتر، فجاه انا جبت له الكمبيوتر انت هتبدا تشتغل على ده. طيب فين بقى الدعم؟ فين اللي علمني؟ ما عشان اواكب التكنولوجي لازم ان انا انمي مهاراتهم الاول عشان ابدا ان انا يعني اعدي المرحله اللي بعد كده ان انا هو يستخدم الكمبيوتر. لكن فجاه بيستخدم ورقه وقلم ويستخدم فين؟ فهي دي ان التكنولوجيا اوكي موجوده، بس الافراد القادرين على استخدام التكنولوجيا دي هم اللي لسه مش عندهم المهاره ولا القدرات ان هم فعلا يستخدموها او يواكبوها. هو ده اللي بينقصنا حاليا، بناء قدرات وتنميه مهارات للعنصر البشري عشان يقدر يواكب التكنولوجيا اللي موجوده حاليا. حقيقه من ضمن التكريمات اللي احنا شفناها الحقيقه اللي واجهها الرئيس لمجموعه من الشباب، انا شفت شاب انا اعرفه من زمان، يمكن اكتر انا اعرفه من 10 سنين، اسمه محمود وائل. اعرفه من ايام ما كان طفل صغير، كان عمره لا يتجاوز 5 6 سنين، لكن عقله كان يتجاوز 30 سنة. ده بمقياس الاي كيو بتاع الذكاء. الحقيقه انا فرحت قوي، لان انا برضو بقعد افكر كده اقول ايه ده، هو 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 العبقريه دي راحت فين؟ ولقيته ان سياده الرئيس لا ده جابه، وان هو دلوقتي بقى محاضر في برمجه الكمبيوتر. صح. وعندنا عندنا تكنولوجيا حقيقيه، عندنا مصنعين عندنا ايضا كمان لاحدث طرز التكنولوجيا. طيب هنتكلم بقى على حاجه تانية. انتوا عندكم في معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنميه الريفيه اكيد صادفتوا حد عنده فكره لامعه لكن مش عارف يبحر بيها شويه، مش عارف يشتغل بيها، لان لا اخذ براءه اختراع ولا في حد التفت ليه، فيعني خد بايده عشان كلنا نستفيد، مش هو اللي يستفيد. يعني هو مش فكره ان انا عايز ابقى مبتكر ومخترع واخد اللقب، لا،
عشان احنا نستفيد. اكيد اكيد انتوا صادفتوا حاجه زي كده. ومن التوصيات ايضا ان يبقى في مركز اقليمي لرعايه مبدعي الابتكار جديد. يعني شوف حتى الكلمه حتى كمان شايفين ده ايه بقى دكتوره سهى وبعدين دكتوره شيماء. طبعا يعني وجود اكاديميه زي كده انتوا صادفتوا ناس بالفعل عندهم افكار ابتكارات. طبعا بس طبعا فعلا مش عارفين ازاي نبدا السكه عشان نطلع الفكره. ناقصهم بيبقى ناقصهم حاجات كتير. لما يبقى في اكاديميه زي كده وحد انا عندي فكره وهقدر اروح المكان ده اكيد المكان ده هيبقى فيه بقى حد بيستقبلني بيعرف الفكره عامله ازاي اقدر اخد فيها براءه اختراع اشوف ايه اللي ناقص فيها اقدر اعمله. اكيد هتبقى الاكاديميه دي منظمه حاجات كتير جدا عشان تقدر تتبنى الفكره الجديده وتقدر تطلعها تعمل لها استخراج بشكل كويس اقدر بعد كده انا استفيد وغيري يستفيد بيها. دي طبعا نقطه ممتازه يعني دي هتبقى حاجه كويسه جدا. كذا واحد بيبقى عنده فكره وللاسف مش بيقدر ينفذها او يطور من نفسه هنا ولما بيسافر بره بيقدر. ليه؟ بيلاقي حد مثلا بيدعمه بيدعم فكرته بيقدر يديه الحاجات الموارد المتاحه اللي يقدر يطلع بيها المستخرج ده. فلما هتبقى اكاديميه دي موجوده عندنا هنا انا مش هضطر اطلع بره وتبقى انا كبني ادم قاعد في بلدي فكرتي معايا الاستحداث اللي انا عامله هيبقى موجود هنا البلد هي اللي هتستفيد. كويسه جدا. عندك تعقيب دكتوره؟ اتفضلي. يعني انا وانا اثناء دراستي الماجستير والدكتوراه قابلت احدى الزملاء في تخصصي انا يعني تخصص ارشاد بس انا بعد كده يعني انقطعت الصله بيه ما اتقابلتش معاه بعد كده بس اذ شفته بعد كده في برنامج تلفزيوني وان هو بيتكرم من المحافظ ان هو عمل براءه اختراع معينه. اوكي اتكرم من المحافظ وقتها وبعدها طلع في كام برنامج تلفزيوني بس الموضوع وصل لايه بعد كده زي ما هو ما حدش تبنى ده محدش بدا ان هو ينمي الموهبه اللي عنده محدش بدا يتبنيه هو نفسه عشان يبدا ان هو يبدع بافكار تانية جديده ويبتكر حاجات تانية جديده. ففكره الرئيس بانشاء حاجه زي كده طبعا دي فكره رائعه واكثر من رائعه كمان لان اي حد هيبقى عنده فكره مش هنضطر ان احنا نسفر شبابنا بره ان مؤسسه خارجيه هي اللي تبدا تتبناه ويسافر بره يتعلم ويطور من نفسه وهم اللي ياخدوا افكارنا. يبقى باحث مصري او عالم مصري بس يعني كمل سنوات تعليمه فين بره في الاخر بياخد الجنسيه وبيبقى بره بيطلع بره وبيخدم البلاد على الاقل الفكره لما هتطلع هتخدم بلده اكاديمي اللي موجوده. واحنا كان عندنا يمكن السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت كان عندنا مبتكر كبير جدا اسمه محمد الصاوي والحقيقه كان فكرته انشاء سد لتوليد الكهرباء على البحر. انشاء السدود على البحر ده شيء اعتقد ان هو يعني مستحيل لكن على الانهار ماشي. فالحقيقه انه قاعد يتكلم عن الموضوع ده وقد ايه كان برضو من جامعه المنصوره دكاتره كتير من جامعه المنصوره كانوا من فريق عمله يعني الدكاتره هم فريق العمل بتاعه يعني يعني حاول يوصل الامر لكن علشان اليه التوصيل عندنا ما كانتش منضبطه لان احنا لسه ما نضجناش ان احنا بالفعل نلتفت للشباب بهذا الشكل يعني الحقيقه هو سافر لدوره شقيقه الامارات وهو لسه متواصل مع مصر ولسه يعني لكن عزائنا الوحيد ان هو راح لدوله شقيقه دوله عربيه شقيقه. لكن انا عايزه بقى بعد كده ويمكن برضو ده يبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن تكتبوها او تبعتوها ان الطيور المهاجره او العقول المهاجره طبعا. من هنا نحاول نعمل آلية للترحيب بها مرة أخرى تعود مرة أخرى لأحضان الوطن لأن هم مش رايحين علشان هم هربانين لا هم خايفين على القيمة العلمية عايزين قدر الإمكان يفيدوا بيها إن ما كانش الوطن وهو المقام الأول يبدأوا يدوروا على البشرية بقى يعني على فنحاول نبقى في آلية. ويمكن من هنا برضو أنا بأناشد أيضا كمان متخذي القرار أو يعني اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر من مؤسسة الرئاسة لدينا عقول مهاجرة وعلى مضض وتود أن تعود مرة أخرى فنفتح هذا القناة أو هذه القناة بيننا وما بينهم. عايزة أسمع منكم أنتوا عايزين تقولوا إيه في نهاية اللقاء ده دكتورة شيماء ودكتورة زهر اتفضلي. تمام طبعا احنا في الأول بنقول إن احنا فخورين بمنتدى الشباب العالم والحوار اللي تم حوار ثقافات مختلفة وبنتمنى ان احنا في يوم من الايام طبعا يعني او ان احنا نشارك في المنتدى القادم باذن الله.
بس احنا بننشر ان يبقى في يعني اهتمام شويه يعني كمركز بحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء، المركز القومي للبحوث كمراكز بحثيه بالفعل موجوده. يبدا ان مثلا يعني انا كباحثه بنتمي لمكان معين، مش شرط ان لو المكان مثلا يعني هيبدا ان هو مش فيه قوي نبيغين، مش فيه كذا، بس فيه امل من حد معين، ابدا ان انا اطور الشخص ده، لان لما انمي فكره واطور مهاراته فعلا ممكن يبقى نبغه انا استفيد بيه للمجتمع بعد كده. اكيد بالظبط. فاحنا نبدا نهتم شويه بشباب الباحثين اللي موجودين بالفعل في المراكز البحثيه. تمام. لان فعلا هيكونوا هما البحث العلمي اساس تطور اي مجتمع. طبعا. بالظبط. دكتوره سهى اتفضلي. طبعا يعني هو تعقيب على الدكتوره شيماء طبعا بعد الكلام اللي هي قالته، يعني طبعا احنا المؤتمر والمنتدى كان اكثر من رائع، ونتمنى فعلا فعلا السنه الجايه ان احنا نبقى حاضرين، وان شاء الله ابقى حاضره معاها برضو باذن الله. احنا دايما بنروح، ان شاء الله هبقى حاضره معاها برضو. الرئيس قال اهلا بكم في 2018 منتدى الشباب. فكره فعلا ممتازه، وكون ان اكثر من دوله تشارك دي حاجه قيمه جدا، وان يبقى في وزراء من دول مختلفه موجودين برضو دي حاجه قيمه. 119 وزير شباب. 119 يعني فدي حاجه جدا، والوفود وان كل واحد يقول كلمه. تنظيم كان ممتاز فعلا، عايزين نظره للشباب الباحثين نشوف ايه الحاجات اللي ناقصانا نقدر نكملها عشان نقدر نبدع. اللي عنده فكره مش عارف يوصلها يبقى الاكاديميه لما تفتح هيعرف يوصلها، دي هتبقى حاجات كويسه جدا. تبادل الخبرات والطلاب بين الدول دي هتبقى حاجه كويسه جدا، ما يبقاش فيها تعقيد، يبقى فيها نوع من البساطه. بحيث ان احنا هنا انتوا اللي هتخترعوا لغه البساطه، انتوا اللي هتكتبوها وانتوا اللي هتنشروها. انا يعني النهارده كان كله يوم في منتهى الشباب، في منتهى الحيويه. انتوا اضفتوا حاجات كتيره قوي، انتوا واللقاء اللي قبلكم كمان، شباب مصر بنوعيها الذكور والاناث، حاجه مشرفه جدا، دي حاجه مبهره جدا. ازاي كنا نغفل عنهم طول السنين اللي فاتت دي؟ الحقيقه هو ده الكنز الحقيقي، ده فعلا كنز كبير جدا تملكه مصر، ومش مصر بس، ده هديه للعالم كله. وانا بقول الكلام ده وانا واثقه ان عقول شباب مصر هي عقول بتحمل الخير للعالم كله. انا بشكركم شكرا جزيلا، دكتوره شيماء نبع، وايضا دكتوره سهى ابراهيم عوض من شباب الباحثين بمعهد بحوث الارشاد الزراعي والتنميه الريفيه. مشاهدينا الكرام، بقول لكم تصبحوا على خير، تصبحوا على يوم كله شباب وحيويه بمشيئه الله. وبعدين يا عبد الهادي، بإنك هتبيع أرضك ويعيروك ويقولوا عبد الهادي باع أرضه. محدش هيسيب سيجارة كيماوي غيري، لازم أقصف الأول. حرام عليكم، الزرع بتاعي هيموت يا بنت. آه يا هاني، آه يا دلوقتي، لو كان معايا تمن كنت زمان اشتريتها.